كالعادة إذن غياب حكومي عن منطقة المنصور في بغداد، شباب يستقلون سيارة حكومية يطلقون النار بطريقة تعكس استهتارهم بالأمن وبسلامة المواطنين. شلون بالاستهتار؟ احنا باع غدارته هو بالشارع يتعارك، شالها على العالم، هاي سيارته فلاشارتها هي واقفة على الطريق على العالم. شوف هاي بالمنصورة 14 رمضان قبال مطعم تدي. شوف 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 شال الغدارة بوجههم يرمي طلقات بالجو، اجى بالجيش يركض عليهم. وانا بالجيش، هذا بالجيش جاي يركض عليهم يم الجزرة. هذا شوف جاي يركض، هذا على الجزرة. شوف يلا ابو الجيش اذا ترى، هذا شوف جاي يركض، هذا على الجزرة. شوف يلا ابو الجيش اذا الرجال يصلخهم بالنع قدام العالم، لان هذا استهتار. حين يغيب الامن لا تنتظر سلامة المواطنين، فالكثيرون يستغلون الفرصة ليفتعلوا المشاكل طولا وعرضا، فما بالك حين يكون مثيرو المشاكل افرادا من القوات الحكومية؟ عن الذين رأيتم نتحدث فهم يستقلون سيارة حكومية